النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم انخفضت قليلا درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس. درجات الحرارة كانت حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. سادت أجواء ربيعية دافئة خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل ستصبح لطيفة إلى مائلة للبرودة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر وخلال فترة السحور تحديدا والصباح الباكر. نستعرض الآن وإياكم الصور الأقمار الصناعية المنطقة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم شرق البحر الأبيض المتوسط، واندفعت هذه الغيوم شرقا باتجاه منطقة بلاد الشام والمملكة، حيث كانت الأجواء أو السماء مغطاة بكميات من الغيوم العالية بدون فعالية. نستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، حيث تستمر درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام خلال يومي الخميس والجمعة تحديدا، لكن اعتبارا من يوم السبت بإذن الله تندفع نحو المملكة كتلة هوائية حارة من جديد تعمل على ارتفاع كبير على درجات الحرارة وعودة الأجواء الحارة في عموم المناطق. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخريطة. يوم الخميس كما ذكرنا خلال ساعات النهار سالت أجواء ربيعية دافئة بشكل عام، درجات الحرارة كانت حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات الليل يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء لطيفة إلى مائلة للبرودة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. يوم الجمعة تستمر درجات الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات النهار تسود أجواء ربيعية دافئة، أما ليلا تعود وتنخفض درجات الحرارة لتعود وتسود أجواء لطيفة إلى مائلة للبرودة، لكن يوم السبت بإذن الله تعود وترتفع درجات الحرارة بشكل كبير مجددا مع اندفاع لكتلة هوائية حارة جديدة نحو عموم منطقة بلاد الشام. تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام. يعود الطقس ليصبح حار نسبيا في عموم المناطق. أيضا خلال ساعات الليل ترتفع درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة إلى دافئة بشكل عام. يوم الأحد المزيد من الارتفاع لدرجات الحرارة، وارتفاع واضح وكبير. درجات الحرارة خلال ساعات النهار تلامس أو تفوق 40 درجة مئوية في عموم منطقة الأغوار، البحر الميت والعقبة، في حين تكون في منتصف الثلاثينيات في باقي مناطق المملكة بما فيها العاصمة عمان وعموم المرتفعات الجبلية. خلال ساعات الليل تكون الأجواء أدفأ من المعتاد، أدفأ من الليالي السابقة، ليالي دافئة بشكل عام. درجات الحرارة تكون في منتصف العشرينيات في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون ثلاثينية في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. يوم الاثنين لا تغيير للحالة الجوية، تستمر الكتلة الهوائية الحارة بتأثير، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن تجدر الإشارة أثناء فترة تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة يتوقع أن تنشأ أحوال جوية غير مستقرة تتكاثر على إثرها الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتعطي زخات متفرقة وعشوائية الطابع من الأمطار، تكون رعدية أحيانا خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر اعتبارا من يوم الأحد وتستمر خلال الأسبوع القادم. ننتقل الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لفترة السحور. يكون الطقس صافي مع 16 درجة مئوية، الملموس أيضا 16، الرطوبة حوالي 36% والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون جيد. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة كما ذكرنا درجات الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام، طقس ربيعي دافئ 26 درجة مئوية، أما ليلا تكون الأجواء لطيفة إلى مائلة للبرودة 16 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ترتفع يوم السبت ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير 30 درجة مئوية، تصبح أعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام، الصغرى تسجل حوالي 23 درجة مئوية. يوم الأحد تشتد أو تتسع رقعة تأثير هذه الكتلة الهوائية وتتعمق هذه الكتلة الهوائية الحارة، 35 درجة مئوية حرارة عظمى، أما الصغرى 24 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية.
والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.